خير، عندي ميتينج بدار حمد. دار حمد الحين مو مبطل، انا بطلعت الغدا وعشاء فخالي، فاقدر الحين اصور لكم اياه من طقطق. لسلام عليكم. شوف الارض فيها مثل ورق مع النخل سعف مرسوم على الطوف، بعد المعلقات في اشكال مختلفه في الشكل هذا، في الشكل هذا، وهذا بلون ثاني. طال الكراسي الكاشي وايد حلو. هذا السنتر طاع من فوق، الإضاءة الطبيعية بالمطعم جدا جميلة وشرحة. open kitchen راح تلاقون عوامل أو elements من البيت الكويتي القديم موجودة هنا، مثل الباب، المسامير اللي كانت نحط على الباب نحطها بشكل مختلف هنا، طبعا السعف، النخل، حتى اللوحات اختيارات جميلة. تشكيلة الكراسي حلوة مختلفة غريبة ولكن متجانسة. حتى الستيشنز هذيلا شكلهم مو عادي وحلوين مع الكونكريت وطعوا الصندوق المبيت. خلط الأرضيات هم حلو، بس دائما تشوفون في فواصل البراس النحاس اللي تكون بين مادة ومادة. حتى السجاد شوفوا شلون مقصص من المدخل الرئيسي. عندنا ثلاث أرضيات مختلفة. هني الديزرت ستيشنز، هلو، إضاءة مخفية. المعلقات هني بعد مختلفة. استخدام السجاد مفروض ما يكون بس بالأرض، هني يستخدموه كويه الكاونتر، أو ممكن حتى السجاد ينحط بالحوائط، ولكن في نقوش مختلفة وستايل. طعم مسكة الكبتات فاجن مفتاح. أظن هذيلا من بيكار، بيكار موجود بالسالمية. هذيلا الفنايين والقطع الفنية. السلم وايد حلو، بعد شوية نصعد ووريكم إياه. البيت حلو، لازم تكون يا تغدون أو تتعشون فيه. اسمه دار حمد، موجود على شارع الخليج قبل مارينا مول. مارينا مول يكون هني على اليمين وشارع الخليج، راح تشوفونه واضح. المخاد، تشكيلة المخاد الموجودة كبيرة وايد ومختلفة. بصور لكم كابتشر على أنواع الكراسي المختلفة الموجودة هنا، صور. شوفوا هذا يعكس السراي ولكن بطريقة مبتكرة ومودرن مختلفة، بس على شكل السراي القديم.